أجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المطعوم الصيني الإماراتي سينوفارما بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ، وفق ما كشف لقناة المملكة مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات. هذا ويعتبر المطعوم الصيني الإماراتي، وهو ثاني مطعوم يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا بعد إجراء الدراسات المطلوبة. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا الدكتور نزار مهيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء. أهلا بك دكتور نزار على نشرة أخبار المملكة. على ماذا اعتمدت المؤسسة لإجازة المطاعيم؟ ستي بداية مساء الخير وشكرا لكم. حقيقة يعني الملفات اللي تم تقدم بها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بغرض إجازة الاستخدام الطارئ للمطعوم الصيني الإماراتي سينوفارم، هذه الوثائق تم استكمالها ودراستها من قبل اللجان المختصة الفنية في المؤسسة، وحقيقة اليوم صار في انتهاء بالكامل من متطلبات وإجازة لاستخدام الطارئ لهذا المطعوم. فبالتالي هنالك العديد من الملفات اللي تم التقدم بها، وتم ايضا يعني اذا لاحظتوا التقدم كان قبل اسبوعين او 14 يوم اخذت اللجنه الوقت الكافي، وكان في ايضا وقت لغايات استكمال ملف وهو البلازما ماستر فايل، وهذا الملف حقيقه يعني تاخرنا حتى انه تم ترجمته من قبل الشركه اللي تقدمت بالملف وحتى تم دراسته واجازته. طيب سيد نزار، يعني كم عدد المطاعيم لغايه هذه اللحظه التي نظرت فيها المؤسسه؟ المؤسسه نظرت وانتهت واجازت ملفين، ويوجد ايضا ملف قيد الدراسه الى تاريخه. الملف الاول كان مقدم من الشركه الامريكيه فايزر، والملف الاخر هو من سينوفارم. ويعني هذا اللي تم الانتهاء من دراستهم واجازتهم الى اليوم. يعني انا تحدثت عن اعداد المطاعم، هل لديك اي فكره او صوره؟ مطعومين اللي تم الانتهاء واجازتهم هم مطعومين. المطعوم الامريكي لشركه فايزر، ومطعوم الصيني الاماراتي سينوفارم. طب ماذا تفضل. نعم. يعني لا نزال في دراسة ملف ثالث وهو مطعوم جانسون أند جانسون. نعم، هذا ما كنت تماما أود السؤال عنه بخصوص طرح مطعوم جانسون أند جانسون. هل لديك أي توقعات متى سيصل الأردن، وما مدى المأمونية في المطعوم جانسون أند جانسون؟ يعني الملف لا يزال قيد دراسة لغايات استكمال وثائق، الوثائق اللي بنطلبها ومنأكد عليها في الاستخدام الطارئ تهتم بشكل رئيسي في ملف المأمونية وفعالية المطعوم. فما تم إنجازه هو المطعومين بعد التأكد من الملفات المقدمة. في ملف تم التقدم به اللي هو شركة جانسون أند جانسون. اليوم احنا في بعض النواقص بما يخص دراسه الثباتيه واسس وطرق التحليل لهذا المطعوم، يعني تم التقدم ببعض الوثائق وننتظر باستكمالها من قبل الشركه اللي تقدمت فيه. هل لديك اي معلومات عن الفتره الممكنه او القادمه، متى ستكون؟ اسبوعين، يعني ثلاثه اسابيع، اشهر؟ بشكل عام الفتره لغايات اجازه الاستخدام الطارئ بتاخذ 15 يوم عالميا، لكن الفترة اللي بنكون احنا بانتظار استكمال ملف معين لا تعتبر من ضمن 15 يوم. فالان يعني الملف بانتظاره استكماله من قبل الشركة، وبالتالي يعني الايام اللي فعليا احنا بنكون ندرس فيها فنيا هذه الملفات هي ما تعتبر من ضمن ال 15 يوم. طيب دكتور نزار، يعني اود هنا للتوضيح اكثر، عندما نقول كلمه الاستخدام الطارئ، كلمه الطارئ تثير نوعا ما يعني الخوف لدى المواطن، وكما تعلم ان نسبه المسجلين لغايه هذه اللحظه ما يقارب 5% فقط، وربما اكثر قليلا او لا اعلم فقط بصلق، لكنها 5%. اذا اردنا نتحدث عن مأمونيه المطعوم الصيني الاماراتي سينوفارم، ما مدى يعني المأمونيه في هذا المطعوم؟
يا ستي احنا ما اجزنا ملف الا بعد استكمال الوثائق اللي تتعلق في موضوع المأمونية. من ناحية التسمية يعني الامرجنسي اوثرايزيشن يوز او امرجنسي يوز اوثرايزيشن، هو استخدام اجازة استخدام طارئ، لانه اصلا كل الجائحة كانت مستجدة وطارئة، وكل الجهود اللي كانت يعني مبذولة لغاية إيجاد ما يشفي ويعالج ويمنع انتشار الوباء هو على سبيل الطارئ، لأنه شيء مستجد، وأيضا يعني صفة الاضطرارية والضرورة. لذلك صار في عندنا تسريع، يعني الملف بالعادة حتى يتم استكمال جميع الوثائق تبعته ويتم دراسته من كل الجوانب سواء كانت الفنية أو الإدارية، يعني بحاجة على الأقل إلى 6 أشهر. فبالتالي اللي صار من باب الاضطرارية صار في تكثيف للجهود العاملة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ناحية فنية، والتركيز على ملفات رئيسية معناه في موضوع المأمونية والفاعلية. فإذا كان الملف تم التقدم به ودراسته وإجازته كمطعوم فعال ومطعوم مأمون، فبالتالي نتج عن ذلك إجازة استخدام طارئ. طيب، لكن لغاية هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية دكتور لم تعتمد اللقاح الصيني. في حال رفضت منظمة الصحة هذا المطعوم، ماذا ستتصرفون أو ماذا ستعملون في هذه الحالة؟ يا ستي احنا عملية الإجازة زي ما قلت انه يعني أتت بعد دراسة مستفيضة لملفات فنية من قبل أشخاص أصحاب اختصاص وكفاءة عالية، فبالتالي يعني إحنا كمان إن قرار مستقل تماما يعني عن أي شركة عن أي جهة كانت سواء محلية أو دولية. إحنا بندرس دراسة علمية فنية، وقد نستند على بعض القرارات اللي بتتبناها جهات صحية دولية، لكن ليس بالضرورة، لأنه إحنا بالنهاية يعني نطبق معايير ومقاييس أثناء الدراسة لهذه الملفات. هذه المعايير دولية ويفترض أن تكون موجودة لدى أي هيئة يعني أممية ولا هيئة عالمية. فقرارنا مستقل، واللي أنا بحب أأكد عليه أنه الدراسة هاي جاءت بعد تقييم يعني جيد من قبل اللجان المختصة، وبالتالي أخذنا هذا الوقت الطويل. استغرقنا أكثر من 22 يوم من تاريخ تقديم الشركة للملفات، وأنا بحب أؤكد على أنه هذا الملف اللي تم التقدم به يؤكد مأمونية وفعالية العلاج. طب دكتور نزار، وزارة الصحة قالت قبل فترة أنه يتم إجراء اتصالات بخصوص شراء أسترازينيكا، هل لديك أي تفاصيل؟ هل تم الاعتماد من قبل المؤسسة على هذا اللقاح؟ هل تم دراسة هذا اللقاح؟ يعني اللي أنا بحب أؤكد عليه أنه دور المؤسسة هو دور علمي فني رقابي. بالعادة إحنا ما بنتدخل في موضوع اتفاقيات ممكن أن تكون ما بين وزارة الصحة وأي جهة مصنعة للدواء، سوى أنه إحنا بنأكد أنه هذا الدواء أو العلاج أو أي مستحضر طبي يجتاز المعايير المعمول فيها بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء. من ناحية الكمية وتاريخ الشحن والوصول وعقد أي اتفاقية بهذا الخصوص، يعني هذا تختص به الجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة. لكن إذا أرادت وزارة الصحة شراء أسترازينيكا لا يكون هناك تفاهم بينكم وبين الوزارة، هذا ما كنت تعني؟ أو لا يكون هناك أي علاقة لكم بماذا تطلب الوزارة لكم، فقط اعتماد هذا اللقاح أو لا؟ يعني اذا يعني الشيء المثالي انه يكون الدواء او المستحضر الدوائي اللي مطلوب من خلال وزاره الصحه او اي جهه طبيه في الاردن ان يكون هذا المستحضر قد تم التقدم به بشكل اصولي واعتماده بعد دراسه طبعا، ويتم السماح له بالتداول. يعني كم جرعه المطلوب في هذه الحاله؟ من ناحية الكمية المستوردة احنا إن في موضوع الإجازة، إذا كان مجاز فلا يوجد ما يمنع من استيراده سواء من خلال الوكيل أو بشكل مباشر من خلال الجهة المستفيدة. نعم، لكن مطعوم سينوفارم الصيني، يعني كم الجرعة بين الفترة الزمنية؟ هل هي جرعتين أم جرعة واحدة فقط؟ هي جرعتين، وظروف تخزينه قد يعني تختلف عن ظروف تخزين المطعوم الأمريكي.
المطعوم شركة فايزر يتم تخزينه على درجات حرارة منخفضة جدا تتراوح ما بين 70 إلى 80 تحت الصفر، بينما المطعوم سينوفارم سيتم التعامل به على درجات حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية، وهذا يعني أنا بتوقع أن يكون يعني سهل التعامل معه وقت وصوله. سهل في التخزين أيضا. نعم نعم، شكرا لك الدكتور نزار مهيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.